مسرحية صفار هي مسرحية للمسرح الجهوي الأغواط، تعتبر أول إنتاج مسرحي محترف لمسرح الأغواط عفوا. تدور أحداث عفوا قبل الأحداث هي للمخرج هارون الكيلاني، يعني غني عن التعريف الأستاذ هارون الكيلاني، وهو أيضا مؤلف المسرحية. أوكي. تدور أحداث المسرحية حول أربعة قادة بعد خروجهم من السجن يجدون نفسهم تائهين في صحراء صفار. يعني الاسم عنده علاقة بالمكان تاع صفار. أكيد. أوكي. أكيد. أوكي. أكيد. ومن هنا تبدأ أحداث المسرحية، مانيش حاب نحرق. شكون تخوف؟ نعم. وحنا كي نسمعوا كلمة صفار ديجا نبداو نخافوا. هي طبعا هي غموض، هي ايه مفاجآت. اكيد اكيد صفار هي مشهورة بأنها مدينة غامضة، مدينة الجن وال يعني يعني المسرحية كذلك راح تكون غامضة وفيها أسرار و... تكون فيها الظلمة اكيد الظلمة والقسوة وال ذكرت انه هي هو ربما الإنتاج المحترف الأول للمسرح الجهوي الغواط، ولو انه أسماء كثيرة في مجال المسرح خرجت من مدينة الغواط. أكيد إيه؟ ولكنه المسرح الجهوي الأغواط ما عندوش بزاف من اللي بدا يعني صح. وهذا أول إنتاج يعتبر أول محترف. إنتاج محترف للمسرح الجهوي الأغواط. نعم. جميل جدا. كي نقولوا على مسرحية السفار من بين الأعمال اللي قمتوها، هل اليوم نشوفوا أنه في شباب في مدينة الغواط راهم يلتحقوا بالمسرح الجهوي، راهم حابين يدخلوا هذا الفن وحابين يتعلموه؟ أكيد أكيد. مدينة الأغواط يعني معروفة بنشاطها سورتو في الجانب المسرحي والثقافي أيضا، يعني خرجت بزاف فنانين مخرجين طبعا. نعم. جدا. عندك صوت راديوفونيك، صوتك شكرا. كان حلمي من اللي كنت صغير اكيد ندخل عالم التقديم التلفزيوني، ولكن عندك صوتيه شكرا. نعم شاءت الاقدار. اكيد نخليو لك يمكن الكاميرا هكا باش تحزم الناس باش يحضروا مسرحيه صفار، فالكاميرا امامك وفرصه لك انك تجرب نفسك في الاعلام. تفضل. دعوه. السلام عليكم، مرحبا بكم ان شاء الله اليوم في المسرح الوطني محي الدين بشطارزي في المهرجان الوطني للمسرح المحترف. العرض سوف يكون على الساعة الثالثة بعد الزوال، مرحبا بكم كامل، وإن شاء الله راح تعيشوا معنا تجربة فريدة من نوعها. وشكرا، كونوا في الوعي.